عادي عندكم؟ عادي عندكم؟ يعني شلون؟ يعني شلون بروح بيت الجديد؟ شلون؟ شوفوا شيء فظيع. يسألوني عن هذيل البامبرز، أنا ما أخزن بامبرز أساساً، أنا هذيل كلهم مو سايزة 10-15، هذيل صاروا 2-3-8، هذيل أوكي بس عندي منهم وايد، وعندي الصغار اللي هم نيو بورن الحين 2-5 كيجي، بسم الله عليه خلاص ما قبل ما ينفعونا، راح كلهم راح أتبرع فيهم أغراض اليهال وكذي. في ناس أولى جماعة الحفاظات، ترى في منهم يوني هدايا، في منهم يوني من براندات، في منهم يوني ما أدري شنو، أنا ما أستخدم يعني هذيل ما أستخدمهم، أستخدم نوع واحد مشى مع حمود الباجي ما مشوا نهائيا، فهذيل مو أنا شريتهم، حرام هذيل وأشياء زايدة مو إحنا جايبينهم، عرفته؟ خاصة ملوك اليهال، وفعلا يعني اكتشفت إنه ماكو شيء يطول مع البيبي نهائيا، لأن السايز يتغير، كل شيء يتغير، ملابس كلها. فكل شيء قاعد اطلع، بس ملابسه صراحه ما راح اقطهم لان ابيهم حقه يعني، بس الاشياء اللي لا البجاي وكذا كلها راح اتبرع فيه، ما راح اخلي اشياء الا الاشياء اللي ابيهم حقه كذكرى بس. يا بعد عمري فاطمه الحاي وجنان الحاي، واي حبايبي.